مساء الخير عليكم. حلقة بداية الأسبوع وهنا ماسبيرو، هنتكلم في الفقرة الثانية. ومعلش يعني احنا اليومين دول مركزين قوي في الحلقات الخاصة بالأسرة المصرية. لو انتوا بتشاركوني الرأي ان هناك خطورة في حالات ارتفاع الطلاق، في العنف اللي داير في الأسرة المصرية، في الفجوة التي يمر بها الأجيال الحالية مع جيل الأباء والأمهات، يعني المسألة جماعة مرتبطة بالمصري بشكل عام، لأنه لما تبقى الأسرة المصرية متماسكة تأكد أن إنتاجك هيزيد، تأكد أن إبداعك هيزيد، تأكد أن ابنك هيطلع بشكل سوي. فالأسرة المصرية عمود فقري لهذا المجتمع شئنا أو أبينا، الموضوع منتهي. عشان كده هنناقش في الفقرة الثانية لماذا يعني زادت نسب الطلاق، لماذا المشاكل داخل الأسرة المصرية، لماذا ازداد العنف، ايه اللي احنا محتاجينه في كدولة وكأفراد نعمله لمقاومة هذا الخطر من التفكك. ده اللي هنناقشه مع ضيفتنا الأستاذة ريهام الهواري، أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك. خلينا في الفقرة الإخبارية. من يومين حصل الحقيقة حدث مهم جدا، شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في احتفالية كبرى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة إطلاق مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. حضر عدد من الوزراء، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كبار المسؤولين ورؤساء. عشان أقول لكم بس الأهمية في هذا أو في هذه الاستراتيجية، كبار المسؤولين ورؤساء الهيئات وأجهزة الدولة، الجهات المعنية، عدد من السفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية ورؤساء الجزرية. خلال المشاركة الحقيقة قام رئيس مجلس الوزراء بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. نعرف أكثر من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. أولا يعني ما هي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اللي وقعنا عليها وتأثيرها إيه وأهدافها إيه يا فندم؟ الهيئة الوطنية هي للملكية الفكرية، هي يعني وثيقة الدولة المصرية بترسل من خلالها إشارة إلى العالم وإلى المجتمع الدولي أن مصر بتحترم حقوق الملكية الفكرية، بتحترم نتاج العقل البشري الإبداعي سواء كان تكنولوجي أو فني، وبالتالي هي مكان خصب ومناسب للاستثمار التكنولوجي ولاقتصاد المعرفة. الدولة المصرية وضعت تشارك في إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية 35 جهة أو 34 جهة و17 وزارة، وطبعا مشاركة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي، وتعاون فني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يعني لو حبينا نبسطها شوية يا فندم ونشرحها، ايه هي الملكية الفكرية؟ يعني حق الملكية الفكرية في ايه؟ في اغاني، في مؤلفات، في اختراع، في صناعة؟ طيب خلينا اقول لحضرتك هناك صور متعددة للملكية الفكرية. نعم. يمكن الناس تعرف منهم براءات الاختراع، ودي موجودة في اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. مظبوط. ان واحد عنده ابتكار او اختراع تكنولوجي معين بيروح يتسجله في اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ده احد صور الملكية الفكرية وبيسموها الملكية الفكرية الصناعية. لكن هناك الصور الملكية الفكرية الاخرى الادبية زي حقوق المؤلف، زي الاعمال الادبية والفنمائية والغوية، القصة والشعر والمقطوعات الموسيقية، كل نتاج العقل البشري في مجال الفنون والاداب ده محمي بحقوق مؤلف. في الاصناف النباتية، يعني لو باحثين استنبطوا صنف جديد من المحاصيل له إنتاجية عالية أو بيقاوم الأمراض، ده نوع من الملكية الفكرية. وخبرك إزاي؟ في العلامات التجارية، يعني شركات معينة كده لها علامة تجارية معينة لها قيمة طبعا اقتصادية عالية جدا بالقانون محمية ولا يجوز أن حد يستخدمها. فيه برامج الكمبيوتر أو السوفت وير أو برامج الحاسبات أو الحاسوب. إذن هناك صور كثيرة جدا للملكية الفكرية. وعشان نبسط ونقول للسادة المشاهدين ما أهمية أن تتبنى مصر استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، هنقول ببساطة
ان معظم الشركات الكبرى حول العالم اللي بتسيطر على الاقتصاد العالمي هي رأس مالها فيك. يعني طبعا مش في مجال ان احنا نذكر شركات معينة، ولكن معروف طبعا، ولقطاع الشباب بالتحديد وللاخوة يعني زي مواقع التواصل الاجتماعي والابليكيشنز اللي بتتعمل بالضبط كده. يعني تمام، يعني دي الشركات، اي شركة من دول عندها عدة صور من صور الملكية الفكرية. صحيح، هتلاقي عندها علامة تجارية اللي حضرتك ذكرت، يعني او يعني على سبيل المثال للحصر، نعم، بعض الشركات في مجال التواصل الاجتماعي عندها علامات تجارية القيمة السوقية ما تعادل دخل مجموعة من الدول. مظبوط، حاجة ضخمة جدا جدا. يعني عندها برامج سوفت وير، عندها تطبيقات معينة، عندها ابتكارات. اذا هذه الشركات ثمنها هو الفكر، هو نتاج العقل. هل بتوقيع هذه الاتفاقية تعتبر سارية ولا لسه تدخل للبرلمان ويطلع بها تشريع يا فندم؟ هي ليست اتفاقية، هي استراتيجية وطنية للملكية الفكرية. ايوه، بس يعني معالي رئيس الوزراء مضى اتفاقية، يعني لا، لم يوقع اتفاقية. وقع استراتيجية، اعتمد استراتيجية او اطلق الاستراتيجية. طيب، الاتفاقيات الدولية مصر موقع عليها من زمان، يعني مش مزبوط من النهارده. يعني لا، اصل اقول بهذا التوقيع على الاستراتيجية تعتبر مفعلة ولا لسه فيها تشريع؟ مفعلة طبعا، وهي خطوة مهمة جدا 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 لتشجيع الاستثمار، ان مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تشتغل على تسوية التكنولوجيا، ان مصر تستفيد من الثروة الهائلة من حق المعارف الأدبية. حضرتك يعني عارف، وحضرتك في قطاع الإعلام، نعم، عارف مصر تملك قد إيه، وده مفروض كله لازم يتحول إلى عائد اقتصادي يعود على مصر والدولة المصرية بالذات. فيعني مصر دولة غنية. وده في 10 ثواني يعني إجابتك يا دكتور، يعني ده هيشجع الاستثمار إنهم يجي مطمئنين لمشاريعهم وكل ما يتعلق بأفكارهم واختراعاتهم. نعم، ده صحيح. شكرا دكتور. تمام، دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، بشكرك شكرا جزيلا. نروح لخبر يهمك ونعود لنواصل بعض الأخبار الهامة لهذا اليوم. تشريعات رادعة لأي واحد يعمل إشاعة ضد البلد أي كان، ده لازم يعاقب، ويعاقب بشدة. يعني أي حد يروج إشاعة خاطئة أي كان، يعني المفروض يعاقب يعني بحزم وشدة، عشان يعني مش أي واحد يطلع يقول كلمتين يسيء للبلد. وزير الثقافة كانت بتسلم جواز النسخة الثانية بتاعك صغير، كانت تحت إشراف قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيد انتصار السيسي، ونوهت انها بتدعم للصغار وضاعفت عدد الجوائز، وكان في 4 فائزين من كل فرع. واكدت وزير الثقافه انها بتدعم كل المجالات التي تهم الاطفال والمبدعين الصغار. المحطة تحويل المخلفات الصلبه الكهربائيه هي ببرواش. يعني انا شايف ان المشروع ده هيبقى مشروع كويس وممتاز، هيفيد البلد فيما بعد، واللي هو احنا كده في الخط، يعني في طريق الصعود للتقدم. مظلة حياة كريمة اللي هي ممكن بتوفر المرافق ومن عدم وما شابه للشخص اللي هو ممكن يكون من عدم الدخل قبل اللي هو ممكن متوسط الحال. يعني الحمد لله الحياة كريمة بتوفر حاجات كتير قوي للمواطن اللي هو الطبقة اللي من الأول ممكن تكون متوسطة. يعني شوف اللي هو يعني مش لازم ان هو يروح المدن او من عدم او قرى عشان يبدا ان هو يجد خدمات طلاب متطلبات. يعني الحمد لله دي حاجه كويسه ان هي تكون موجوده اصلا في القرى قبل المدن.
بقى لنا كام يوم بنسمع عن اخبار الدول وسياسات رئيسة وزراء لندن بتاخد بعض الاجراءات لتخفيف العبء على المواطن الانجليزي، يعني بيعملوا بعض الاجراءات الاخرى حتى في امريكا ومواجهة التضخم الى اخره. النهاردة هنناقش يعني اكيد يعني اللجنة اللي اجتمعت، لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري اول من امس، وتفاصيل خبر ايه بقى علشان نفهمه بالتحديد بعد كده. اقرت الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية المركزي عند مستوى 11.25% 12.25% 11.75% على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%. كمان قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياط النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. طيب دكتور وائل النحاس صديقنا العزيز واللي كان معانا على الهواء يعني من شهر او شهر وشوية، وتوقع حاجات كتيرة جدا حصلت في السياسات المالية، المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال معنا على الهاتف الان، برحب بك يا دكتور وائل. اهلا بك يا استاذ عاطف واهلا جمهورك الكريم. دكتور وائل ترجم لنا بقى، لانه يعني اغلبنا ما بيفهمش في لغه الاقتصاد، يعني لجنه السياسات النقديه للبنك ابقت على سعري العائد الايداع والاقراض، بمعنى ايه؟ هو بالفعل في السياسه تقريبا متزنه ومتانيه. البنك المركزي قام بدراسه كافه الارقام الاحصائيه والارقام والمؤشرات الهامه بالنسبه للسياسه النقديه للدوله المصريه، على راسهم تقريبا كان نسبه او معدل التضخم اللي هو كان بنسبه سنويه قرابه حوالي 15.3%، ولكن رجوع للنسبه الشهريه اللي هي بتاعت شهر سبتمبر فلقينا تقريبا ان نسبه التضخم كانت قرابه حوالي 0.5% فقط، وكان اللي يهم المواطن اللي هو سله الاوهام الغذاء والمشروبات كانت 0%، يعني ما حصلش فيها اي نوع من انواع الارتفاعات. فده ادى قوه بالفعل للبنك المركزي ان هو يقوم بعمليه تثبيت سعر الفايده الفتره الحاليه، وبالاخص ان هو اعتمد ايضا ان حتى الان عندي شهادات قرابه حوالي 14% لم يتقدم لها احد، وهي فرصه النهارده لاي مواطن مصري معاه سيوله يقدر ان هو يروح للاوعيه الادخاريه دي ب 14%، وايضا ان بالنسبه للمستثمر الاجنبي اللي هو عايز يخش داخل السوق المصري لديه حتى الان عائد على السندات الدولاريه بالنسبه للدول الخارج بقرار رابط حوالي 15%، فارتقى ان هناك ليس جدوى في الفتره الحاليه وبالنسبه لارقام المؤشرات الحاليه ان هو يقوم برفع سعر الفايده الفتره الحاليه علشان يقدر يجذب النهارده التوسع في الاستثمارات بالنسبه لرجال الاعمال المصريين. عمليه الاقراض بالنسبه للمبادرات اللي بتقوم بها الدوله المصريه لا تتاثر بالسلب في الفتره الحاليه نتيجه رفع سعر الفايده زي ما قامت بها بعض البنوك المركزيه، وايضا ان الاتجاه العام للمستثمر الاجنبي هو عينه على سعر الصرف، وايضا المستورد المصري عينه على سعر الصرف، فبالتالي هو ان الفلسفه الخاصه برفع سعر الفايده ليس لها جدوى الفتره الحاليه، ولكن التركيز الان ان يكون في هناك سوفت لاندنج او على الاقل الهبوط الثالث بالنسبه للعمله المصريه مقابل الدولار، فبالتالي نرى كل يوم في تريحه تقريبا او هبوط قرابه حوالي 50 قرش 10 ساغ ربع جنيه وما شابه ذلك حتى يوصل لمنطقه البريك ايفن او منطقه التعادل اللي هو العرض بيناسب الطلب. طيب يعني تثبيت الاسعار دي يعني مش هترجع بحاجه على المواطن بشكل كبير، مفيش لا شيء اثر سلبي ولا ايجابي خالص، هو حب يحافظ على النهارده الاستثمار والتوسع في الاستثمار بالنسبه لرجال الاعمال التوسعات عشان يحافظ على نسبه النمو، وايضا عشان يقدر يقوم بعمليه التشغيل، وايضا عشان يحافظ على الاسعار داخل السوق المصري زي المؤشرات ما قالت لنا في شهر سبتمبر الماضي، وايضا كمان اللي احنا بنتكلم عليه في اوعيه بالنسبه للافراد المصريين اللي عايزين يحطوا فلوسهم وياخدوا عائد لقرابات حوالي 14%، في الاوعيه الادخاريه دي متوفره بالفعل، ولكن زي ما قلت هو كل كلام له الحفاظ النهارده على الاسواق، بخلاف ان عندي بدائل سواء للمستثمر الاجنبي اللي هي ال 15% على السندات الدوليه الدولاريه او حتى بالنسبه للمصري 14% على الاوعيه الداخليه المصريه، ولكن السياسه المتزنه الاخرى ان هو قام بالفعل بسحب او نقدر نقول عليه رفع الاحتياط الالزامي قرابه حوالي 4%، وده اللي احنا بنتكلم عليه. دي اللي مش مفهومه شويه دكتور وائل، يعني يا ريت نشرحها، يعني ايه رفع لل 18% من البنوك كذي؟ هايل جدا.
هو طبعا الاول كانت النسبه 14%. ال 14% دي كل البنوك العامله الموجوده داخل القطاع المصرفي داخل الدوله المصريه بتقوم بحط المركز ده من اجمالي مدخراتها علشان وما بيتاخدش عليه اي نوع من انواع العوائد بالنسبه للقطاعات المصرفيه او البنوك داخل الدوله المصريه. فقام برفع النسبه دي من 14 الى 18، يعني زود النهارده من المبالغ او السيوله المتوفره داخل القطاع المصرفي داخل البنك المركزي. دي نمره واحد، ان البنك النهارده يقترض بدون فوائد 13.7، يعني يحافظ على نسبه العجز. عشان كده هو قام بحاجتين، نمره واحد تثبيت سعر الفائده عشان يحافظ على نسبه العجز الموجود داخل المصرف المصريه، نمره اثنين ان يمنع الاقتراض البنك المركزي لصالح. بس دي عمليه بنكيه مع المركزي، ملهاش علاقه بالمودعين نهائي، ملهاش دعوه بالافراد نهائي. فبالتالي هو بيقترض النهارده بموجب الاحتياطي الالزامي اللي رفعه، وايضا النهارده بياخد السيوله الموجوده داخل الاسواق او داخل القطاع المصرفي عشان يقدر ان هو يقلل الطلب، فبالتالي يحصل نوع من انواع التوازن ما بين عطلش ارتفاع التضخم في الفترات القادمه. يعني احنا بنقول هي سياسه حكيمه قام بها البنك المركزي وما قامش بعمليه اللي هو كان اللي احنا بنتكلم عليه الهارد لاين، الهبوط العنيف اللي كان بيحصل. تصحى الصبح تلاقي الفايده طلعت 2%، تاكل دخل المصريين، الجنيه نزل 10-15%، تاكل دخل المصريين. احنا شايفين بيعمل حاجه اسمها سوفت لاندنج، هبوط النهارده ناعم مش مفاجئ. فبالتالي رجال الاعمال تقدر تاخد اجراءات الاحترازيه، المواطن يقدر يحسب حساباته، القطاع المصرفي يقدر يعرف الالتزامات اللي عليه وارباحه وخسايره. النهارده بتت بالظبط انت راح فين بالسياسه الناعمه اللي احنا بنتكلم عليها. انما العالم كله بالفعل الان كل واحد بياخد اجراءات احترازيه اللي تناسب وضعه، وانا شايف القرار الحكيم اللي قام بيه البنك المركزي في الساعات الاخيره دي ده بالفعل النهارده قرار حكيم. وبيقول لكافه المصريين اللي عايز النهارده عائد مجري عندي 14% داخل اوائل السنه، صحيح. اللي عايز النهارده عائد على الدولار عندي 15% والسندات الدولاريه. العمليه الناس اللي بتضرب على العمله الاجنبيه النهارده بيقول لهم انا ماشي بسياسه سوفت لاندنج او الهبوط النهارده الناعم، اللي عايز بقى اخر السنه يستنى، بس ما يتوقعش هبوط مفاجئ في اللحظات الحاليه. مؤكد هتشرفنا قريب يا دكتور وائل، لان الاقتصاد بقى يعني اللغه الاكثر انتشارا في هذه الفتره، فمحتاجين تحليلاتك داخل الاستوديو. انا بشكرك دكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال. هنطلع فاصل ونرجع نواصل اخبارنا. مليانة بآثار يعني ممكن تجتذب السياح بشكل كبير جدا، وكمان يعني لازم الشعب يعرفها، لازم ولادنا يعرفوها، لأنه ده حفاظ على الهوية المصرية. عندنا بنتكلم على آثار فرعونية، آثار قبطية، آثار إسلامية، يعني كل هذه الآثار الحقيقة من الكليات اللي بتهتم، كلية آثار جامعة عين شمس نظمت بالتعاون مع جمعية الآثار القبطية وال للأثار الشرقية بالقاهرة مؤتمر دولي أول للأثار القبطية في اللغة، في العمارة، في الفنون، في المخطوطات، بحضور قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأيضا الأستاذ الدكتور محمود الضماطي وزير الأثار الأسبق، والأستاذ الدكتور لوران كولوم مدير المعهد الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة. نعرف أكثر عن المؤتمر وعن محاور هذا المؤتمر مع دكتور أحمد الشوكي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وكيل كلية الأثار جامعة عين شمس. برحب بك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بجميع السادة المشاهدين. من فكر في هذا المؤتمر يا فندم؟ في الحقيقة المؤتمر ده بدأنا التفكير فيه من حوالي عام، وكان بدأت الفكرة ان عندنا في مدرس حديثي هو متخصص في مجال الاثار القبطية، وبدأ ان هو تظهر عنده هذه الفكرة وعرضها على ادارة الكلية، وهنا بدأنا ان احنا نفكر في هذا الموضوع بالفعل، ان بالفعل الاثار القبطية هي جزء مهم من حضارتنا المصرية وجزء غني ويحتاج بالفعل الى المزيد من الدراسات. وبدأنا بالفعل اتصالاتنا كإدارة الكلية بالجهات العلمية الكبيرة زي المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، ويعتبر واحد من أكبر المعاهد الأجنبية في مصر في مجال الآثار، وبالفعل رحب بهذا الأمر. وبدأنا نتواصل أيضا مع جمعية الآثار القبطية، وهي أقدم جمعية لدراسة الآثار القبطية في مصر، وأيضا رحبوا بهذا الأمر. وبدأنا بالفعل التخطيط لهذا المؤتمر والإعلان عنه، اللي طبعا اخذ مجهود كبير في تشكيل الفرق واللجان المتابعه،
مؤكد طبعا ان بمجرد الاعلان عنه لغايه غلق باب التقدم وصلنا يمكن اكثر من 120 ورقه بحثيه. وطبعا اللجنه العلميه اشتغلت عشان تقلل هذا العدد لما وصلنا تقريبا لحوالي 45 ورقه بحثيه. طبعا هي دي اللي يعني اكثروا قربا لاهداف المؤتمر ومحاوره. ايه اهداف المؤتمر يا دكتور احمد؟ يعني عايزين نخرج منه بايه؟ المؤتمر بالفعل ليه اهداف متنوعه، اهمها تبسيط التراث القبطي والتركيز على كل ما هو جديد، وايضا اتاحت الفرصه للباحثين المصريين والاجانب ان هم يلتقوا ويبحثوا معا كل ما هو جديد في مجال الاثار القبطيه، وكذلك ان احنا ندي خطط ومنهج جديد لدراسه واداره التراث القبطي في مصر. كل دي نوع من المحاور المختلفه اللي حاولنا ان احنا نركز عليها في اختيارنا للورقات البحثيه. وطبعا كتير جدا من الابحاث اللي تم التقدم بيها كانت بتركز على هذه. مين بيحضر المؤتمر ده يا دكتور احمد؟ بيحضر المؤتمر حوالي 45 باحث. ال 45 باحث دول طبعا من مختلف الجامعات المصريه، من وزاره السياحه والاثار، ايضا هناك باحثين اجانب من هولندا، من فرنسا، من كندا، وكل دول طبعا بيبحثوا معا، بعضهم بيحضر بنفسه في مصر وبعض الاخر بيحضر اونلاين. كل ده طبعا بحيث ان احنا نشوف ايه هو الجديد، ومن خلال المشاركه في مجال المناقشات العلميه طبعا بيبقى في تصحيح لكثير من الافكار او حتى اضافه المزيد، وده الهدف في النهايه من اي مؤتمر علمي او بحث. طيب اخيرا دكتور، يعني ازاي نستفيد من مثل هذه المؤتمرات في الترويج السياحي؟ طبعا المؤتمرات اللي زي كده بيكون فيها محور كمان للجانب السياحي، وازاي نقدر نوظف اثارنا وتراثنا لاضافه قيمه جديده للمنتجات السياحيه اللي بتقدمها مصر. حضور الاجانب معانا ده ليه قيمه، وجودنا على خارطه المؤتمرات الدولية ومساهمتنا فيها أيضا لقيمة، النتائج وتضافه وخروجه إلى النور أيضا بيضيف قيمة كبيرة جدا في مجال السياحة، إن احنا بنعرف الناس بأماكننا المختلفة. تمام. بنطلع بأفضل الخطط لإدارة هذه الموارد الأثرية والسياحية. مزيد من التوفيق دكتور أحمد الشوكي، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس. مثل هذه المؤتمرات أكيد مؤتمرات بيبقى لها يعني مردودات عالية جدا، سواء على المجال البحثي أو في مجال السياحة. نروح لآخر خبر عندنا في الفقرة الإخبارية، وهو عن مصر الفاطمية. احنا عارفين بيتم يعني إعادة ترميم وإعادة إحياء مشروعات كثيرة جدا في هذه المنطقة. تابع الدكتور عاصم الجزار وزير إسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقدم الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، والذي يعد أهم مشروع التطوير الجاري تنفيذه بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي. معنا على الهاتف مهندس محمد دسوقي قريش، مدير مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون وعين السيرة. برحب بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يعني أنا شايف أنه يعني هذه المنطقة مخطط ليها أنها تضم ما يقرب من 1924 وحدة سكنية، 18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، في مول تجاري وترفيهي على مساحة 51 ألف متر مربع، في مطاعم، في سينمات، في جراج كبير. يعني قول لي يعني ده هياخد طابع مصر القديمة إزاي يا فندم؟ هو حضرتك قبل ما نتكلم على تطوير، حضرتك رحيم كانت المنطقة دي عشوائية طبعا، ونظرا لاهتمام القيادة السياسية بتطوير المشروعات في محافظة القاهرة، فمن حسن الحظ ان المشروع دوت بيلقى اهتمام كبير قوي من القيادة السياسية. هي. وحضرتك الوزير تقريبا بيتابع المشروع تقريبا شبه اسبوعي،
بيتابع المشروع. ده صحيح، احنا لسه يعني الاسبوع اللي فات قايلين خبر عندها. المشروع ده حضرتك عباره زي ما حضرتك قلت عباره عن 79 عماره سكنيه بارتفاعات مختلفه على الطراز الاسلامي، وعشان موجوده بتبدا من ارضي وثلاثه وارضي واربعه وارضي وخمسه وارضي وسته وارضي وسبعه. تمام. كل ما بنقرب لسور مجرى العيون كل ما بيقل الارتفاع، يعني هي المنطقه عباره عن 95 فدان من صلاح سالم لغايه سور مجرى العيون، من صلاح سالم من فوق لغايه سور مجرى العيون. فالعمارات اللي على صلاح سالم عباره عن ارضي وسبعه، واحنا نازلين بقى على سور مجرى العيون كده لغايه لما نوصل لارضي وثلاثه. منتظر يخلص امتى يا فندم مشروع التطوير ده؟ المشروع التطوير ده حضرتك بالنسبة لمنطقة المشروع ده عبارة عن مشروعين مع بعض، اللي هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المول التجاري العمارات السكنية والمول. بالنسبة للعمارات السكنية احنا تقريبا خلصت كلها، واحنا شغالين دلوقتي بالتوازي في اعمال اللاندسكيب والمرافق والطرق. والمول التجاري كان عبارة عن مرحلتين، مرحلة اولى اللي هي الهيكل الخرساني والاساسات والمباني ودي انتهينا منها، وجاري الاعمال التشطيبات. فحضرتك احنا شغالين على مدار ال 24 ساعه عشان المشروع يخلص في ميعاد باذن الله ان شاء الله. مهندس ان شاء الله مهندس محمد السوقي مدير مشروع منطقه سور بوسيت مجرى العيون وعين السيره، بشكرك شكرا جزيلا، مزيد من التوفيق. ويعني رغم انه في طبعا مدن جديده وفي عاصمه اداريه جديده وفي عالمين، لكن القاهره القديمه الفاطمية ودينا بنشوف كمان الأثار الإسلامية والمسيحية والاهتمام بها، يعني كل المنطقة دي مش حدش هينساها، موضوعة برضو في الاعتبار، بالعكس دي بتتطور للأفضل كمان. فاصل ونبقى حوارنا عن الأسرة المصرية، مشاكل الأسرة المصرية، لماذا زادت حالات الطلاق، إيه الأسباب وراء زيادة النسبة، مع الأستاذة ريهام الهواري بعد الفاصل.